مرحبا واهلا وسهلا بكم بقناتي، معكم المهندسة الانشائية نغم غانم وفيديو تعليم جديد من ضمن فيديوهات تعليم الايتابس. بهذا الفيديو راح اعلمكم شلون ترسمون عمود مواقع بالمركز باسرع طريقة. اول شيء لازم يكون عندنا المكان اللي راح يكون به العمود، اللي هو عادة تقاطع الجريدات. هنا عندنا تقاطع الجريدات. بعدها اكيد لازم يكون العمود معرف، يعني هذا مشتغل عليه، فعندي الأعمدة معرفة. راح نروح لهنا كروك درو كولوم، أو المهم يعني ترسمون كولوم، أو من درو تروحون ترسمون كولوم. هنا تختارون أي واحد أنتو تحبون ترسمون به، المهم إذا كان ستيل إذا كان كونكريت، المهم راح نبدي نرسم الكولوم المعرف عندنا. هنا فتح لي هاي الويندوز، عندنا كولومات، ممكن اخذ هذا 40 × 60، ممكن اخذ بعد عندي كولومات معرفة بهذا النموذج. المهم شغلنا وين راح يكون؟ راح يكون بلان اوفست اكس بلان اوفست واي. هنا راح يكون شغلنا، هذا راح تكتب بي بعد مركز العمود عن تقاطع الجريد اللي انت تريد ترسم العمود بطرفه او بالجانب مالته. يعني مثلا كان عندنا عمود هنا بهاي المنطقه يبعد عن هذا التقاطع للجريدات، مثلا نقول بالاكس كان نسوي متر و20، بالواي كان مثلا يبعد مجرد 20 سنتيمتر أو نسوي 500، يعني 50 سنتيمتر، لأن هاي بالملي. انتبهوا إنه هاي بالملي. اكليك بأي مكان حتى تدخل أرقام. بعدها أنت تجي مجرد تقف هنا على تقاطع الجريدات أو أي مكان أنت راح تقف به، هو راح يبعد عن هاي النقطة اللي أنت وقفت عليها بالإكس متر و20 وبالواي 50 سنتيم. فأنت وين تريد ترسم العمود لازم تعرف. فأنت إذا مثلا عندك عمود يبعد عن هذا المركز بالإكس متر 200 وبالواي 50، فأنت تقف بهاي النقطة. مثلا عندك يقع بهاي الجهة الأخرى مو بهاي الجهة، ممكن تسوي هنا شي بسيط اللي هي تسوي ماينس. كليك بأي مكان تسوي ماينس، انت راح تقف هنا، شوف تحول الاكس تحول لكن الواي بقى نفسه. ممكن الواي همينة نسوي ماينس، بعدها راح نجي نقف هنا، شوف نزل لتحت. وهكذا بالنسبة لأي عمود انت تريد ترسمه، اهم شيء انت تعرف بعد المركز للعمود عن اي نقطة انت ممكن ترسم بها. ترسم هنا تقاطع جريدات، ترسم هنا تقاطع، هذا التقاطع بعده عن هذا العمود مثلا يقع هنا وما به ما مر به جريد، بعده عن هاي النقطة، بعده عن أي نقطة أنت عندك موجودة، تاخذ بعد مركز العمود عنها وتدخل البعد هنا سواء كان موجب أو كان سالب، وبعدها مجرد كليك راح يرسم لك العمود. إذا واحد يسأل يقول ليش إحنا هاي صارت سالب، مثلا واحد جديد على الايتابس، اذا تشوفون هنا عندنا الاكس بهذا الاتجاه ماشي، فاي شيء يمشي بهذا الاتجاه هو موجب اكس. الواي بهذا الاتجاه ماشي، فاي شيء يمشي ويا الواي راح يكون موجب واي، اي شيء يمشي عكسه بهذا الاتجاه راح يكون سالب اكس، وبهذا الاتجاه تحت راح يكون سالب واي. ان شاء الله يفيدكم الفيديو، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو قادم.